ديالي ربا بوابيد 23 سنه كنشتغل في الدومين ديال الكوميرس كنقرا ثقافه اسبانيه وكندرس في المعهد الموسيقي كندرس المشاحات يعني في المعهد الموسيقي لكن كنميل للشقوري غرناطي كنميل لهاد لو ستايل هذا وكنغني كذلك الطرب العربي والطرب المشاحات فنانة تبارك الله حنا عندنا فنانة بزاف في المغرب اللي ما شاء الله اليوم كيعجبوني كاملين من بينهم الفنانة أسماء المنور فأنا مولوعة بالفن ديالها ومولوعة بالستيل ديالها وبالشخصية ديالها فأنا كنحمق على هذيك السيدة وكنحس براسي كنميل لها بزاف في الستيل ديالها حتى هي كتغني هذا الستيل اللي كندير أنا كاينين عندي بزاف ديال الطموح من بينهم نفرض الوجود ديالي في الساحة الفنية ويكون عندي واحد الطابع اللي خاص بيا واحد الطابع اللي نكون كندخل فيه شقوري الطرب الاندلسي المشاحات ومن طول اللعب على لو ستايل ديال لي جون اللي كاين دابا ملي صدرت الاغنيه ديال ايهاب امير مشى لامور اول مره سمعتها صراحه عجبتني بزاف دخلت لي القلبي فيها واحد الطابع مغربي فواحد اللمسه شعبيه فانا فكرت علاش ما نديرش واحد الكوفر ونزيد فيها واحد اللمسه ديالي انا هاد اللمسه ديال يعني شقوري شقوري اندلسي ودرت فيها واحد المقطع اللي كان شعبي فكرت ندير لها واحد الفيديو كليب بما ان الناس ما كيعرفونيش بغيت يعني نبان في داك الفيديو كليب باش يتعرفوا عليا الناس اكثر ونبان لهم في الصوره شكون هي رابع فكرت في الفيديو كليب نديرو على واحد ستيل مغربي كان فيه القفطان بقيت مصرة على ان باش يكون القفطان ودرتو يعني بالقفطان بواحد اللمسه مغربي وكان بواحد الامكانيات اللي بسيطه جدا ومن هذا المنبر كنشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا كاع الناس اللي ساعدوني باش ينجح داك الفيديو كليب واخا انا كبدايه وكمبتدئه وباقا كنتعلم وان شاء الله كنتمنى المزيد القدام كنوجه تحيه كبيره للفنان المبدع ايهاب امير اللي انا فريمون من لي فان ديالو وكيعجبني حيت هو انسان ماشي غير
مغني ولكن هو فنان يعني كيكتب وكيلحن يعني مبدع بمعنى الكلمة وكيعجبوني أغاني ديالو بزاف. كنتمنى نكون ضيفة خفيفة على قلوب الناس وكنتمنى منهم تشجيع ويتابعوني على الصفحة الرسمية ديالي الانستغرام رباب وعبيد وإن شاء الله انتظروا الجديد ديالي الفني.